وما زالت أهرامات الجيزة قادرة على إبهار العالم بعد يعني إيه 5000 سنة. كان في مؤتمر صحفي لوزارة السياحة، وطبعا الإيجيبتولوجيست الأكبر دكتور زاهي حواس، والحديث كان عن اكتشاف ممر جديد داخل الهرم. دكتور زاهي، ما هو هذا الممر؟ مساء الخير. مساء الخير أستاذة رميس، أهلا وسهلا. ايه لقيته ايه بقى؟ هو طبعا زي ما واضح قدام حضرتك، ده اي حاجه بتكتشف جوه هرم خوفو بتعتبر يعني شيء جبار وشيء بيبقى له اهميه علميه كبيره جدا. فالبعثه التلسكان بيراميد اللي بتشتغل في الهرم من مده اكثر من 7 سنوات، وانا الحقيقه المشرف العلمي على هذه البعثه. نعم. فطبعا هم لما بيطلعوا حاجه بيعرضوها علينا. فمن سنتين قالوا ان فيه فراغات موجوده خلف المدخل الاصلي بتاع الهرم، وفي فراغ تاني طوله 30 متر قدام فوق البهو العظيم. فاحنا قلنا لهم ادونا معلومات اكتر. فطبعا اشتغلوا سنتين، والاسبوع اللي فات خدونا. المره دي بقى مش قالوا ان فيه حاجات يعني بالاشعه بتبينها من بعيد يعني، لا، هم دخلوا زي روبوت صغير بين حجاره وطلعوا الكشف ده، عبارة عن مقبي السقف بتاعه، وأنا شفت في الناحية الشمالية منه في حاجة زي دبش، يعني واضح إن دي حتة ممكن تنزل تحتها حاجة. أنا بقول دايما هرم خوفو ده بيعتبر يعني من الأهرامات اللي هي يعني بتختلف عن أي هرم تاني. احنا عندنا 9 أهرامات من أهرامات الأسرة الرابعة، لكن ده أهم واحد فيهم. اولا فيه 3 مستويات، فيه فتحات بطلق على خطا فتحات التهويه. انا لما بعت الانسان قال طلعنا بعد الفتحه الاوليه فتحه ثانيه، واضح الهرم فيه اسرار. لاول مره بنلاقي سر ضخم جدا بيكتشف داخل هرم الملك خوفو. انا شايف ان السرداب ده بيحمي حجاره فوق حجره معينه. وانا بقول دايما حجرة الدفن بتاعت الملك خوفو لم يعثر عليها حتى الآن، وإن ده عبارة عن كوريتور بيحمي هذه الحجرة. وإحنا بإذن الله يعني خلال الشهور الجاية بإذن الله هنبدأ البعثة، تبدأ عملها، وهنحاول ندور على هذه الحجرة بإذن الله. تتوقع أن الكوريدور ده كمان ربما هندسيا لتخفيف الأحمال زي ما حضرتك قلت، يعني عشان البنى ده بهذا الثقل من الحجارة، كان الحجرة دي أو الكوريدور ده هندسيا لتخفيف الأحمال؟ طبعا لو أنت شفت جوه الهرم نفسه حجرة الدفن اللي احنا فيها التابوت، فوقها 5 حجرات لتخفيف الأحمال. واضح من الحجرة دي، أنا أقول خوفو ده عندنا قصة خوفو والصحراء من الدولة الوسطى، لكن عبارة عن كلام بيتنقله الناس على بر العصور. كان بيدور على السر الإله تحط له الحكمة عشان يبني حجرة الدفن. فواضح، أنا دايما بقول وفي كل محاضراتي أن حجرة الدفن الأصلية الخاصة بملك خوفو لم تكتشف بعد. وقد يكون هذا الكوريدور بيحمي هذه الحجرة. لو اكتشفت هتهز الدنيا كلها طبعا، ويبقى أعظم كشف أثري في العالم، أكتر من كشف مقبرة توت عنخ آمون. ما هي الخطوة القادمة؟ إن البعثة بإذن الله هنجتمع وهنقعد معاهم، وبعد كده بنقدم للجنة الدائمة، بنقول لهم إن إحنا بنطلب البعثة تعمل كذا، واللجنة الدائمة لو وافقت على هذا القرار بتبدأ البعثة تشتغل عملها. هي عبارة عن مجموعة من العلماء من ألمانيا وفرنسا واليابان وجامعة القاهرة، وطبعا الكل بيشتغل بأجهزة لا تؤثر على الهرم. النهاردة حاجة غريبة جدا، بعض الناس يقول لك الأجهزة اللي تأثر على الهرم، تأثر على الهرم إزاي؟ ده لا تؤثر على الإنسان، هتأثر على الهرم. يعني الحقيقة إن إحنا نفسنا نبطل الكلام اللي هو إن أي حاجة جميلة بنحاول نسقطها، للأسف الشديد معرفش نفسنا نبطل الحكاية دي. لكن بطمن الناس، بقول دي أشعات كلها على جسم الإنسان لا تؤثر عليه، ما بالك إن إحنا عندنا هرم الملك خوفو إحدى عجائب الدنيا السبع اللي زالت موجودة، وإحنا أما بندور على أسرار هذا الهرم. النهاردة الكشف ده يا أستاذة لميس دخل كل بيت في الدنيا، ما فيش صحافة ولا تلفزيون في كل مكان، في كل، تخيلي بقى الدعاية اللي حصلت عليها مصر والدعاية السياحية، وإيه اسم مصر يكون في كل مكان، المفروض نسقف ليه طبعًا هذا الكشف العظيم.
ونحيي البعثة العلمية اللي حضرتك طبعا. بترأسها بكل أفرادها وكل علمائها. وشكرا دكتور زاهي حواس رئيس اللجنة شكرا لك. العلمية لمشروع استكشافات الأهرامات. إذن ما زالت هناك أسرار كثيرة داخل الأهرام، هل ستكتشف غرفة دفن الملك خوفو اللي لم يكشف أين دفن؟ يعني ده واحد من الفراعنة الكبار اللي لم يكشف أين دفن، ولكن قد توجد تحت هذا الممر.